نايم بدي بلش من المذنب. مين المذنب؟ علي؟ مين المذنب؟ أصلاً أقبي؟ لو كنت بمكانك بعد ما عرفت إنه علي مانو ميت لدورت عليه. وين؟ ما بعرف. الإعلان مثلاً بجوز نقدر نلفت انتباهه ويرجع لهون. يا الله قديش مقهورة منه، وبدي هاي تعذب مثل ما أنا تعذبت. ما فيكي تحرقي، هو مو موجود. إذا عرفت أنه هو شايفني وقريب مني بوعدك أني بدي أحرقه. كيف؟ أنا دفنت علي بالقبر. وأنا ما بقبل إنك تجرحيني مشان تعذبي أي حدا. معك حق باللي قلته طيبيك، ما رح نسمح للرجال يحكي كل شي عنده. عنده 3 ثقوب بحنجرته، نضغط عليها وبيسكت فورا. وانت عم تدعس على شرايينه؟ أنا ما عندي شي أخسره، بكفي. لا الأمريكان ولا الروس ولا قرخلي ابن أبي. شو رح بتساوي؟ مثل ما قلت لك، أنا رح أساوي كل شي لحالي أخضيه. فهمتني غلط يا خسرف آغا. بعد 30 سنة يا أخضية. عم تتصرف في عاطفتك، بعرف ألمك. خسرت بنتك وأنا مثلك، لازم ما يأثر هذا الشيء على تفكيرنا. الذئب بده عقل، حتى بده شروق الشمس. بهالملف اعترافات المشتبه فيه وإفادة المرأة والصورة اللي رسمناها حسب الأوصاف اللي أعطتنا إياها الشاهدة. عندكن شي سؤال بتحبوا أنكن تطرحوه سيدي؟ هاي هي الصورة؟ نعم سيدي. تمام، شكرا لك، أخذنا اللي بدنا إياه. تصبحوا على خير سيدي. حسن وصل مدحت. تحت أمرك. شو هالجرأة؟ هدول عم يحاولوا يخدعوني. مظبوط، هنن جابوا البضاعة. خسرف آغا سمح انهم يبقوا عنده هديك الليلة. خسرف آغا شو بيقصد بانه يخلي السكين وجماعته عنده؟ مو معقول انك ترد الناس اللي عملوا معك منيحة وما عاد تصير الآغا. ليش يلي بحماية خسرف آغا تهجموا علينا بهي الطريقة؟ يا أما ما بيعرفوا موازين الآغا، يا أما نحن يلي صرنا خارج موازين الآغا. خسرف آغا كتير مزعوج بهي الأيام، مهموم وما عم يهتم بأعماله. هو فقد بنته مثلي تماما. مالي خبر؟ خليك ما تعرف شي. خسرف آغا رح بيشدلن أدنيهم ورح نحكي معه. في شي تاني شاغلني. هنن رجال العمليات وما بينزلوا من الجبل للمدينة بدون سبب. يمكن لقتل موظف الدولة. عباس قصطة أغلو؟ ايه.
وإذا طلعوا هدول هنن ورا الجريمة خسروا آغا ما رح بيكون الزئب يلي رح يندايس تحت الرجلين ويضيع بها المعمعة. المكان مظلم ضيا بيك، مين الزئب وشو هي المعمعة ومين هذا أصلا الغامض؟ الآغا معروف يا مراد، الآغا بيشوف كل شي، بس يعني إذا ما شاف وراه رح ينقتل ويموت. سيدي هذا الملف فيه كل شيء عن الكاجيتي، كل أفراد الكاجيتي ومين هنن. الفرقة هلأ جاهزة لتساوي أي شيء بتشوفه. ما حدا بيعرف غير أنا وإنت يا حسن، وإذا حدا عرف بالشي اللي مكتوب بهالملف رح يموتوا هدول الأشبال. أمركم سيدي. كل أسماءهم وأرقامهم وألقابهم موجودة بهالملف، اتصل فيهم كلياتهم. يا خسارة على هالشبلين، كانوا من خيرة الرجال وماتوا ببلاش. علي جاندان، حادث سير، حلمي يكسل، استشهد بعملية شمال العراق. لما بتخسر الأسود أشبالة اللي ربتهم من الطفولة شو رح تساوي؟ المهم يسلم الوطن، شو غير هيك؟ لا لا مو هيك قصدي، الوطن هو هي الأسود وأمهم يلي أنجبتهم وربتهم كمان. جتنا أوامر، شكرا لمساعدتكم، انتهت ضيافتكم عنا، وأمرني سيدي خبركم لم المغراضكم وروحوا من هون. يجي ويحكي هالشي؟ هذا كلام الآغا، ما في داعي يعيده. اجيتوا بأدبكم بتروحوا بأدبكم. شو عم يحكي هاد؟ بتروح بتقله ما منروح لما بده، منروح لما بدنا. ضب لسانك لا تزعجني بهالحكي الفاضي. اكسر هالنظارة بعيونك، ها ليش بتلبسها؟ كأنك بتموت إذا شلحتها. شيلها لشوف، خليني شوف مين انت. ما بيشوفني غير الميت. نساوي هلأ؟ ما حدا بيخوفنا. مين خسروف؟ سيد قرخنلي، ما عاد في أي تباين بالآراء، مفترق طرق. نحن مشينا بالطريق سوا، إذا ما انتهى الطريق ما رح نفترق. اللي وين هالطريق يلي عم تحكي عنه سيد محمد؟ يعني ما بتسك فيه بنوب؟ لا تعتمد على إنسان لأنه ميت، ولا تستند على شجرة بتجف. بالله عليكم شو ضل ما سواه مشانكم خسرف آغا؟ دمر كل شي كان يوقف بوشكم من 30 سنة. صحيح دمر كل شي خالفنا، مشكور. ويلي عم يخالفونا هلأ عايشين. مين؟ نهاية طرق قطيع الراعي الأعمى الهاوية يا محمد قرخلي، وإذا أنت ما عم تشوف
انا عم خبرك انه في هاوية، انت عم تسد ادنيك ما عم تسمع. طلع فيني اسمعني، بعد هالساعة ما رح اذيك، ما رح اسمح بايذائك. من هلا ورايح انا الراعي وانا القطيع وانا الذئب. وانت بتعرف نحن ما بنترك بنص الطريق، وحتى لو كانت نهاية الطريق هي الهاوية، انت رح تهوي معي كمان.